ست حكم يا جماعة تختصر لك الحياة. الأولى، كل ما ابتعدت عن الله عوقبت بالنفس. للكتابة التلقائية على أي مقطع فيديو بدون كتابة أي كلمة، نروح لتطبيق كابكات ونحط خلفية سوداء، أي صورة سوداء، ثم نضغط على أوديو ثم ساوندز. بعد كذا ندخل على الديفايس أو الأصوات الموجودة في الديفايس أو في الجهاز المحمول لدينا. من الجوال اخترت هذا المقطع، المقطع الصوتي، صورة سوداء مع مقطع صوتي زي ما تسمعون. رفعت الصوت لأبعد تختصر لك الحياة، وكذا راح أحفظ هذا المقطع بس كذا في الاستوديو. نطلع ونروح لتطبيق زيمو، راح أحط هذا التطبيق في الديسكريبشن، اللينك تقدرون تأخذونه. نضغط على هذا التطبيق زيمو ونيو بروجكت إذا تبغى بروجكت جديد، وهنا تمبلتس أو أفكار كيف تبغى الكلمات التلقائية تطلع لك أو الكتابة التلقائية تطلع لك. اخترت هذا، وتقدر تحط مانيول بالشكل اللي أنت تبغاه بدون تمبلت، يعني كذا سادة. أنا كذا حطيت الفيديو وانتظره ينحفظ. بعد كذا اختار لغة الفيديو عربي، وإذا تبغى ترجمة للغة تحط إنجليزي وبراحتك، وتقدر تحط أوتو أد إيموجيز إذا تبغى إيموجي مع الكلام، أو تقدر تحط ديسيبل يعني تقفل الأيقون. وكذا راح ننتظر جنريتينج كابشنز، يعني الكتابة التلقائية راح يكتب لك إياها من نفسه. وبكذا طلعت الكتابة التلقائية زي ما بغيناها مع بعض الإيموجيات البسيطة، وكذا النتيجة حلوة بدون ما أكتب أي كلمة. وتقدر تعدل فيهم، وتقدر تعدل في أي كلمة خطأ بالضغط على هذا الموف، وتقدر تعدل فيها، يعني تعدل في الكلام إذا في إملاء غلط أو شيء ما حبيته، وتحذف الواتر مارك أو العلامة التجارية من نهاية المقطع، وتضغط على إكسبورت، واحفظ إكسبورت with watermark، لأن بدون watermark أو بدون علامة راح يبغى منك فلوس، ونبغى كل شيء فري. بعد كذا بعد ما حفظناه نقدر نشيل الواتermark عن طريق كابكات أو العلامة المائية. نضغط new project ونختار الفيديو اللي نبغى نصمم الكلام عليه أو نكتب الكتابة التلقائية عليها. اخترنا هذا المقطع الفيديو، بكذا نسوي له دوبليكيت، نضغط على الفيديو نسوي دوبليكيت للفيديو، وبعد كذا نضغط على اوفرلاي هذا الفيديو بدون اي انتقالات اي شيء. نضغط على اوفرلاي، اد اوفرلاي، وهذا الكلام اللي حفظناه قبل شوي من تطبيق زيمو نحطه على الفيديو. وبعد ما حطيناه لازم نقص الواتر مارك بكروب، وبكذا قصينا الفيديو. نضغط اوكي، نشغل كذا، طلع الفيديو، الكلام على الفيديو، نحطه بالطريقة اللي نشوفها صح لنا. انا بحطها بهذه الطريقة، واضغط على الفيديو عشان اشيل الاسود والخلفية السوداء هذه. نقدر نضغط على بليند نضغط على بليند، وبكذا راح يحول لنا او يشيل لنا الاسود كله، ويبقى الكلام بس. وكذا هذه النتيجة حلوة. يا ناس ادعموني بلايك وسبسكرايب عشان اجيب لكم اشياء احلى من كذا وتستفيدوا.